هل يجوز لمن يعيش في أوروبا تقصير اللحية إن سببت اللحية له إشكالا في وجود العمل؟ تمسك بالسنة وفي أي مكان من الأرض، ولا تنظر لإرضاء الناس أو مداراة الناس، تمسك بالسنة في اللحية وفي غيرها، ولا تتنازل عن شيء من دينك لأجل إرضاء الناس. هذه هي المداهنة المنهي عنها. نعم.